عسلامة ومرحبا بكم في بيتي. الحمد لله فاينلي فيديو روم تور اللي أنا قاعدة نصور فيه لي ثاني مرة، لأني صورت قبل ما غير حجاب تو كان صوتي نعاود نصور فيه. سو مرحبا بكم في بيتي فاينلي فيديو روم تور. فاينلي تو باش تنجمو تشوفوا بيتي على راحتكم، باش تشوفوا كل روم تاع الحيط الآخر على راحتكم. اجمع القدم اللي بالحق معاش براد الباك يعرفوا قداش تعذبوا مع الكولور، أي فاز تجي ما نجموش تشوفوه الكولور نتاع الحيط شنو هو. فتو شنو نعمل بكم دورة صغيرة في السالة، أي بيتي وعندي فيها سالة. اوكي شنو نعمل بكم دورة صغيرة في السالة وتبع ديك تشوفوا راس الدار شنو فهم. اوكي اما قبل ما نعمل بكم دورة صغيرة في السالة خليكم على الحيط، شوفوا الكولور وشوفوا التناسق مع الحيط هيك والحيط هيك في الكولور، وقولوا لي شنو قولكم. نحبكم كيف تشوفوا الكولور طول تعملوا بوست، مشو تشوفوا وتقولوا لي شنو قولكم في الكولور طول طول ما يمنيش. اوكي سوطا هيك خلينا نبدأ لكم بالكولور. 1 2 3 الكولور اللي متعوب عليه العينة وإحنا نسقوا فيه، اللي عيد بالحق وإني مشيت للراجل مرتين طلع من الكولور خايب وجردة تحس وخصري باش نحر روضة. طلعوا عليكم وإني الكولور دبرمت عليه وقلت لهم ما أو ما نحبش أشرح لي كولور بيتي. في الأخر طلعوا لي الكولور اللي نحب عليه. باي ذا واي شوفوا شنو مزرقة في وجهي خاطرني نصوركم في الفيديو الستة متاع الصباح. أوكي باش تشوفوا نتوما قداش عندكم هاك بلاصة عندي. أوكي المهم ما نغيبش عليكم في الفيديو. دونك هذا هو هاك الكولور. حيت هذايا بالحق تعب مني، عملت فيه الأبيض عملت فيه الأحمر رسمت فيه لصقت فيه خرز، ما خليتش ديجا هكا مسكن الدراس مازالو من حاجات أني قدم خليتهم فيه كهو. قلت هذايا طويقة يزيه 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 بالحق على الأخر، و عملت الكل هكا في الفير ناش شو يقولوا فير روتانا ولا فير شنو، وعملنا فيه اللوحات هذوما هكا. حبيت تكون فيه منقشة اما النجار ما فهمنيش فخلاهم هكا يعني لصقته برضو ما لصقناه من نهار حافلة الباك نتاعي. اي لصقنا نهار حافلة الباك نتاعي الصباح. دونك هنا هو هكا الكولور شفتوه. I hope you like it. بالحق نتمنى تحكي لي في الكومنتات شنو كان first impression عليه، شنو كيف انتو مريتو هكا، شنو حسيت هكا، اسكو اني عرفت نختار ولا بنترست كرهتني بنترست دورة الكل هذا. دونك تويكا نجيكم البارتي هذيا اني اي الكوان حبيت نحط نبتوتة، ما كنت حاب تكون عندي هكا نبتوتة صغيرة هكا في بيتي فشريناها هذيا. صحي ماهيش ناتشورال اما نايس عاملة بالحق بلاصة محلية على الاخر في البيت. هذه شريناها من جمال على فكرة كل حاجة باش تشوفوها في البيت شنو قولكم احنا اللي نخديناه. اوكي نجي بيكم انو حتى هذا اوفر دانتو وي اون فيت هذه كان عندي قديم بالحق من عام 70 على خير ديجا الناس اللي تشوف لي فلوج شورت فلوج كنت قبل نظهر سو كان قديم. واهم حاجه قلت لهم عليه في البيت بدلولي هذايا. دونك خليني نجيبكم هنا تاك تاك نكملوا الساله خاطر مازال ورساله حاجه محلاهم على الاخر حاجه بالحق متعوبة عليهم على الاخر. اوكي دوك نجي بكم داوي كمان هنا انه عندنا روز واخضر لا الروز على الحيط الاخضر والاخضر على الحيط الروز كوم سي هكا تناسق وفازت كل شيء. الكراسي هذوما خديتهم من القصر هلال مع عند نفس الراجل اللي غلفنا في رشدنا عملهم لي هذوما هكا زوز. نجي من غاديكا طويقة عنا لي تابلو لك دي لبخرة هذيك حبيت نحطها في الطاولة تكون هنا مازلنا ناقصة الطاولة ومازلنا نزرب باش نعملكم الروم تور. فازت التابلو هيك حبيت على الاخر اما البلايس نتاعو جات سافا با سو مكانش يجي لغاديكا. تذكروهم الناس لقدم حرفيا قدم عندهم معايا عامين تفكروهم النبتات هذوم تذكروهم اللي خديناهم مش خديناهم ماشيين مع بعضنا مش وطري خديتهم هما والضو قلت لكم هذوما شنو نعمل بيهم روم تور هذوما سلقاهم في بيتنا الاخر. اوكي ذكرتو اوكم طبيكا في بيتي هنا دوخت لي تروا كادر هذوك ما خديتهم عند ام الزين في جمال لي تروا كادر هذوما من كثر ما هما عندي برشا من خديتهم نسيت من خديت كاو انا عندي هكا تريبي وعندي تريبي نتاع الصغير اللي هو ديجا قاعد طويكا نصور بيه فعندي كم خاطر هنا باش تكون الكوان اللي باش نصوروا بها اليوتيوب. This is why اني صورت الفيديو الروم تور قبل نصوركم فيديو نصاح خاطر نجم اني نصور هنا ما
من دي مش بدها فيديو نصائح على فكرة إن شاء الله بش يكون معايا دي سكسيون خلينا يعني شكون معايا ما شكون معايا سيونس شكون معايا الإيكونومي شكون معايا الفورماتيك فما برشا ناس سألوني دي كاستيون عليهم حطيتهم درجة في البوكس في الانستغرام مناش اسكو هذا الفيديو وقتش بش يهبط ممكن يهبط واني وقتها صاري صورت الفيديو المهم حبيت نعلمكم بال فزا بش اجيكم هكا كون سي سربرايز على فكرة تباني في الانستغرام على خاطر غادي كان نعطيهم النيوز اكثر جماعة الانستغرام شيخين بالنيوز كيف انتم تكون عندكم سربرايز في الفيديو هم درجة يكونوا عارفين يا جماعة الانستغرام في الاستادي اوكي بلا فش استنى تباني في الانستغرام الانستغرام تلقلوت في الديسكريبشن ننزل عليها ينزل الانستغرامي هكا هكا اوكي جبت بيك مع الزرابي اللي هما حتى بالحق صار عليهم زادة تنسيقة الزربية الخضراء مع الكرسي الروز الزربية الروز مع الكرسي الاخضر هكا هكا حبيت انا منو ناخذو كل هكا تبدا هكا محلية هكا ورتبة وسميحة حتى اللي تابي على فكرة من جمال اللي خذيناهم فحبيت ناخذ كل اللي تبدا هكا سميحة وحاسة بعديك ويرد انو الكراسي وهي هكا في الوسط حاسة عاملينها قاعدة وندر كفافة نسيح قاعدة نتاع التصوير انا مش درجة كيكة معتها اوكي توبيك خلينا نجي وشنو عنا ورا الستار انا قبل ما نوريكم الستار خنقول لكم الستار بيدو منين وفيت الستار هذايا خذيناه من السوق قصرها لي القماش وما خيطته لي بحكم ما شهدت لي اوكي هذايا كان هابط هكا قلقنا قعدنا ضابطين اللي تعدى بعد يعمل هكا بيدو اللي تعدى يعمل هكا بيدو فما شنو مشات عملت خذيت هذه هكا ولصقتها ولا فيكس ما عرفتش تنحى هذه الجمله خاطر خيطتها معاها ولا فيكس هكا ومنظر محلاه وغير ما تقعد هكا كل ما تبعد نحي كاو طويك خلينا ندخل بارتي الاهم اللي هي ورا الستار تو بالحق مرحبا بكم في بيتي البيت تلقاو عندكم تشريحه من هنا اوكي هي ما كانش باش تكون هنا اوكي هذه كانت باش تكون في الصاله خذيناها مع واحده نتاع التلفزه فكيف جات بيرد مع الصاله شو مشينا عملنا حطيناها في بيتي اوكي هذايا المري خرجتو من عند واحد وانا في طبلبه قلت له خرجولي هذايا التاج نتاعي لبستو نهار حفله الباك شراهولي بابا فحبيت نخليها هكا هنا سيفونير ماكسيموم يزيد شويه هكا يحراش نقولو احنا وبعدي كنحطو هكا في ساشي ونخليه ميموريز طب نهبطو لهذا نهبطو للكوفوز ولا تقولو تسريحه ولا ما نعرف شو تقولولو هذا يوصلني قبل نهار من حفله الباك نتاعي هي زاد باش لقيت واحد كيف هكا محلاه وبس سوم هذا خديته اونلاين وبالحق اول مره نرضى على حاجه ناخذها اونلاين بس ديما كنا ناخذ حاجه اونلاين وتكون سمع بالحق باهي يطلع فيها عيب هذه ما طلع فيها حتى عيب وما حلاها وتحل هكا اللي الحلها بالحق دي يلا ما عليها عندي فيها كشوية اكسسوريز على سان جلاسز على ميك اب فزت هيك كما عطاكم شي طب نجيو البارتي شنو عندنا فوق الكوفوز فوق الكوفوز عندنا التحفة هذي خاطر نجم نقول هكا التحفة خاطر بالحق تحفة 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 حبيت عليها ومن بعد خديت هي وحدة صغيرة تكسرت قبل حتى ما نحطها هنا هي فقط بالمي هذه حليتها من نهار حفلة الباك نتاعي فباش نوريكم قداش تعدى على حفلة الباك نتاعي وفتح حفلة الباك نتاعي كانت لي 30 جوان فعندها شهر طويكة كهو هذه تسيب الريحة وريحتها بالحق بنينة هذه خذيتها من قصر عليه وهذه خذيتها من جمال زاد كيف مشيت نجيو للنايس وان هذه محلاها وفات هذه عرفت كيف تقعد هنايا هكا تركح في الميك اب نتاعك تبدا ايرونوف تعمل تركح فولارتي اي حكايه المهم يبدا عندي هنايا هكا حتى المرايا هذه كما نحبش نغزر الغالب بعيد عليا عندي المرايا هذه كان انا نحب نكبر ولا فازه وشيت دورها هكا تقرب اكثر من نقرب اني اوكي
فنايسة لي على الاخر على الاخر على الاخر حبيتها، حتى لسه شريناها من جمال. طبعا نجيو ذا نايس وان اللي هي تظهر من بعد من بعيد، اللي هي هكا تحفة ومزيانة. أبي هي شققة، ما عرفت تقولوا لا ما احنا نقولوا لها شققة. حبيتها هكا جوز، انا كيف لقيتها قالوا لي شقاقه، قلت لهم لي مستحيل هذه تجي ديكوراسيون هكا مزيانه مره تجي شقاقه. كمان طوي كمان تسريحه، اما خلينا نوريكم فازه في التسريحه مزيانه، خليكم انتم غادي خلي انا نعملها ونقول لكم. قلت لكم صار في الفيديو 6 تاع الصباح، فمش مش ضربه برشا هي الفاز، اما شوفوا ما عليها الكرياتيفيتي. نايس، هذايا الضوء اللي خديناه من شين مع الحشيش، وهذايا الضوء بالحق ما نعرفش ما جبتولي، فحبيت انا ديجا حبيت تكون مع المرايه ضوء، مش سبب برشا برشا برشا. دونك خلينا في صافي سان كاملو. عدت السريحه عندنا هنا الزينه من القرايه طويكا حياه جامعيه، وكل فاز تبيكا توا مشى لاختي سوزا. اصلا احنا معناتها دهنا بيرو برك ما دهناهمش الزوز. البيرو تلقاو عندنا شباك، الشباك هذايا اللي ما خدت عليه الريدو اجين معناتها كالعاده. البيرو هذا عندنا من قبل، يعني اختي الكبيره اللي توا عمرها 26 عام قرات عليه باش تفهم انتم قشو عندنا بالحق من قبل. حبيت نعمل الفازه هذه بالاخضر والروز مع البيرو، اما الاخضر ما عنديش في البيت هذه كيف ما شفتوا، عندي في الوحده من غادي كفاف كان زي الفازه. نجيب واحده طويقة البيرو اللي هو وين على المرايه، حتى المرايه هذا قديم على الاخر، خديته المرايه هذا في عرس اختي، عرس اختي وقتها كان في 2019، فباش نوريكم احنا قداش نستحفظوا. حبيت نبدل الكادر من بعديك، قلت ما ساليش خليها هكا، وهيكي اصلا نشوف فيها الاوتفيت كامل، وعندي الاخر نشوف فيها هكا وجهي ونشوف فيه شتر ونشوف فيه حكاية. نجيو هنا وين باش نلقاو التاب دو نوي فوق الفايوزا. اوكي، بعد التاب دو نوي تلقى عندك زربية، زربية زاد خديتها من جمال. لي فايوز هذوما ما نعرفش ما منين خديتهم بالضبط، على يا قصر هلال يا طبلبة مشني عارفة بالضبط منين. جنب الكوفاس اكيد باش نلقاو فرشي، فرشي اللي حرت شنو باش نفرش عليه، فما كالعادة خيطت لي هذوما بالعكس انه نايس 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 على الاخر. فرشي ما كانش هيك عفات، كان لوح درجة. الناس اللي تعرفني قبل فهمتش مش عايز تعرف خدت طرف برشا دي داي في حياتي. دونك كذا الفرش كان لوح، كنت قبل ديما نصور فيديوهات هكا كان هو يظهر. احنا مشينا غلفناه الفرش لين نخرج هكا حاجه بالحق مزيانه وتمشي وجهك وفازت كل شيء. اختي اللي تيرش خاطر نقطه مع بعضنا صحيح، انا بيت اخرى في الغابات ما نشمش نحاولوا فهم فما بعضنا كل شيء. باش نلقاو كالعاده زربيه بين الفرش والفرش، بعديك باش نلقاو هنا تاب دو نوي وعليها فيوزا نفس الفيوزا نتاعي. كل حاجه نقول لك خدناها من جمال ماشي ماجي كاو ذاتس اول اي ثينك. هذا هو كان الفيديو، ان شاء الله يكون عجبكم، ان شاء الله بالحق تكون التنسيق عجبتكم. عندي اكثر من عام نحب نعمل بيتي، عندي اكثر من عام نحب نركح بيتي. دونك اي هوب يو لايك ذا فيديو و سي يو في فيديو نصائح اللي انتم باش تحبوه على الاخر، خاطر باش تكون حاجه برو برشا. و see you the next video. ما تنساوش كالعادة باش تخلولي رايكم في لي كومنتير، نحب نقرا لي كومنتير. باي.